طبتم أوقاتا أينما كنتم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حوار. ضيف حوار لهذا الأسبوع الفريق جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة. رحب بك سيادة الفريق في حوار. خلينا نبلش من الأخير، آخر الحوارات بين بغداد وأربيل، أكثر من زيارة أجراها وفود أو أجرتها وفود من أربيل إلى بغداد، وفود على المستوى أمني وعسكري رفيع. شنو أفضت تلك إلى شنو أفضت تلك النقاشات والاجتماعات؟ أهلا وسهلا بكم وبقناتكم وبالمشاهدين جميعا بصورة عامة، ولكل الذين يحمون العراق بكل أجزائه من الجنوب للوسط إلى آخره، كل سامي العراق بكل أنواع الأجهزة العسكرية والأمنية، ومنها قوات البيشمركة وأيضا باقي قوات الإقليم. بالنسبة لحواراتنا مع الحكومة الاتحادية، يعني ما بين الإقليم، حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، هي نوعين من الحوارات. النوع الأول هو الحوار الذي يدور ما بين الحكومة بصورة عامة حول موضوع الموازنة وموضوع المسائل العالقة الموجودة ما بين الإقليم وما بين الحكومة الاتحادية، موضوع الجمارك، موضوع الواردات في الإقليم، بيع النفط وأيضا إنتاج النفط، موضوع المادة 140، مواضيع عديدة عالقة. والنوع الآخر من الحوار هو ما بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع وخاصة قيادة العمليات المشتركة، ولتنظيم العلاقة ما بين قوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم والجيش، قوات الجيش وباقي القوات الاتحادية للعمل المشترك. والعمل المشترك حاليا هو هدفنا الأساسي القضاء على داعش وعلى الإرهاب. هذا الحوار، يعني آخر حواراتنا هي كان في حضرنا اجتماع موسع لكل القادة العسكريين والأمنيين مع السيد الكاظمي رئيس الوزراء الذي هو القائد العام للقوات المسلحة، أنا وأخي في وزارة البيشمركة رئيس الأركان فريق جمال. وكان إحدى المواضيع المتعلقة التي طرحناها في هذا الاجتماع هو موضوع كيفية تفعيل التنسيق والتعاون العسكري والأمني ما بين قوات البيشمركة و القوات الاتحادية بصورة عامة. وكانت نتيجتها هو فتح 6 مراكز تنسيق ما بين قوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم وقوات الجيش وباقي القوات الاتحادية. وهذه المراكز هي مركزين رئيسيين، مركز في أربيل ومركز في بغداد، يسمان المركزين الرئيسيين، و4 مراكز أخرى هي مركز ديالة ومركز كركوك ومركز مخمور ومركز المناطق المستقطعة. نعم. طيب، يعني الحلول اليوم أدرن سيادة الفريق تكمن في مراكز التنسيق، أو خلينا نقول تفعيل الجهد والمشاورات، أم إعادة انتشار لقوات البيشمركة من جديد، لا سيما في كركوك ذكرت هذه المعلومة في أكثر من مرة ورافقت كل فريق عسكري يزور بغداد، في حين يصرحون خلف أو بعد تلك الزيارات بأن لا صحة لتلك المعلومات والبيشمركة لن تعود إلى كركوك. يعني الموضوع هو ليس حوار لعودة قوات إلى أي منطقة من المناطق، يعني ولكن هو الحوار حول التعاون ما بين القوات، التعاون للحرب ضد داعش. يعني ليس الموضوع عودة قوات من الجيش أو عودة قوات من البيشمركة إلى ذلك المكان أو ذلك المكان، وإن نحن لم نبحث، لكنها رغبة كردية. لم نبحث، نحن كقوات عسكرية لا نتدخل بالموضوع السياسي أصلا. أشرح لك موضوع، يعني هو من الواجب في كل العراق حتى في الإقليم بأنه يجب أن لا تكون هناك قوات عسكرية داخل المدن في أي مدينة في العراق، لأن أصلا واجبات القوات العسكرية هي خارج المدن، ويجب أن تكون معسكرات القوات العسكرية خارج المدن. والملف الأمني الشرطة للمدن هي تابعة لقوات الشرطة
بمختلف أصنافها الشرطة وأيضا القوات الأمنية يعني الأجهزة الأمنية. هذا هو واجب حماية المدن من قبل هذه القوات. يعني حتى في الإقليم نحن ليس لدينا قوات عسكرية داخل مدن الإقليم، لا في أربيل ولا في السليمانية ولا في دوك ولا في حلبشة وغيرها من هذه هي المحافظات، ولكن لدينا قوات خارج المدن. القوات البيشمركة هي تحمي خطا عسكريا لحماية الإقليم من داعش أو من خرق داعش لداخل الإقليم، يبدأ من خانقين على الحدود الإيرانية وينتهي قرب الربيع على الحدود السورية، وحوالي إذا كان هوائيا حوالي 1000 كيلومتر يكون هذا الخط. وليست لدينا أي معسكرات داخل المدن، وإنما هناك مراكز لخصوصية لكن لخصوصية كركوك الموضوع يتطلب، نتحدث عن 3 مكونات بعد يعني أحداث كركوك، يرى المكون الكردي بأنه قد تضرر، وهو لطالما نسمع هناك نداءات شعبية بضرورة عودة البيشمركة لكي لا تحدث بلبلة وأي مشاكل داخل المحافظة. لا داخل المحافظة. كركوك عليها تهديد إرهابي من الخارج، ليس من داخل كركوك. هناك في بعض الحالات عمليات إرهابية تحدث في المناطق الجنوبية من كركوك أو المناطق الغربية من كركوك أو المناطق في الشمال الشرقي من كركوك، يعني في مناطق الدبس أو في مناطق الحويجة أو في العباسي أو في داقوق أو قرب قوس خرماتو. يعني هذا ليست هناك أي عمليات عسكرية داخل المدينة. يعني نحن يعني نريد أن نشارك مع القوات الاتحادية بالقضاء على أوكار داعش في هذه المناطق التي هي فراغات ليس فيها أي قوات، لا من الحكومة الاتحادية ولا من حكومة الإقليم. الحوار هو الذي يجري للتنسيق ما بين، يعني هذه المراكز ماذا ما عملها بالضبط؟ إحدى أعمالها وواجباتها هو كيفية التنسيق ما بين قوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم والقوات الجيش وباقي قوات الاتحادية لشن أو لعمليات عسكرية مشتركة للقضاء على أوكار داعش أينما كانت في هذه المناطق، من خانقين إلى مناطق ربيعة، في أي مناطق وفي أي فراغات، لا يعني لم نتحدث لتمركز قوات محددة في منطقة محددة. حسب أيضا عن الجدل لتموضع قوات البيشمركة، نرجع إلى دور هذه مراكز التنسيق. إذا أردنا نتحدث عن دورها في الحد من تكرار التعرضات العسكرية اللي تعرضها قوات الحشد الشعبي المرابطة في حمرين وغيرها، آخرها كان في رمضان، يعني كانت من أعنف الهجمات الإرهابية طالت البيشمركة وطالت قطاعات من الحشد الشعبي. هذا على الأرض كيف سيكون يعني نتائج هذا التنسيق؟ نعم، حاليا كما قلت حاليا هناك جهود مشترك ما بين قوات البيشمركة. هل أغلقت تلك الثغرات؟ لا، لحد الآن لم تغلق الثغرات، لحد الآن الثغرات باقية، ولكن هي مراحل. المرحلة الأولى كان هو فتح مراكز التنسيق لكي يكون هناك نوع من كيفية التفاهم ما بين هذه القوات، لأنه مع الأسف ليس هناك لا في الدستور العراقي ولا في القوانين التي صدرت من البرلمان العراقي لحد الآن، ليس هناك ولا بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع أي نوع من التعليمات أو أي نوع من القوانين لكيفية تنظيم العلاقة ما بين القوات الاتحادية والقوات الموجودة في الإقليم. ليس وجود لأي نوع من التعليمات لحد الساعة. إذن نحن بحاجة إلى تشريع مثلا؟ نعم يجب لينظم هذه العلاقة. نعم يجب أن تكون هناك نوع من قانون ينظم العلاقة ما بين هذه القوات، كيفية تنظيم العلاقة والعمل المشترك ما بين القوات. إحدى الواجبات للمراكز هذه هو تنظيم العلاقة
وجود نوع من التفاهم ما بين هذه القوات. التفاهم يكون عبر هذه المراكز الموجودة. هذه مراكز ثانوية أو مراكز محلية، وهناك أيضا مراكز رئيسية، إحداها في قيادة العمليات المشتركة في بغداد والأخرى في أربيل. يتم عن طريق هذه المراكز تنسيق العمل ما بين هذه القوات، لأولا لموضوع مرور القطاعات العسكرية، لتبادل المعلومات الاستخبارية، لتسليم المطلوبين من الجانبين إن كان هناك مطلوبين فارين من الإقليم إلى داخل المناطق الاتحادية أو من المناطق الاتحادية إلى مناطق الإقليم، وأيضا التنسيق والتخطيط لعمليات عسكرية ضد داعش في هذه المناطق الفراغات. المرحلة التي تتلو، يجب أن تتلو ونعمل حاليا على هذا الموضوع، هو كيفية التخطيط لشن عمليات عسكرية مشتركة ضد داعش في هذه الفراغات. حاليا هناك جهد كبير لاستطلاع هذه المناطق الفراغات وتحديدها وتجميع المعلومات العسكرية عن تحركات داعش في هذه المناطق للتخطيط مستقبلا لشن عمليات عسكرية سوية برية، أم تحتاج إلى تغطية جوية؟ دائما ما تكون هناك تصريحات القادة الأمنيين في بغداد قصور ربما التغطية الجوية هي التي ساهمت، أو سلاح الجو العراقي غير قادر على ربما التصدي إلى تلك. التحالف الدولي الموجود حاليا لحد الآن في العراق والذي يدعم القوات الاتحادية وقوات الإقليم أيضا، هو الذي سوف يقدم الجهد الجوي وأيضا حتى الجهد الاستخباري لتقديم المعلومات بطائرات التي هي تستطلع المناطق التي فيها تحركات لداعش. يعني التحالف الدولي هو يعني إذا كان هناك نقص في الدعم الجوي سوف يقدم الدعم الجوي لهذه العملية. عندما نتحدث عن التحالف الدولي تقوده الولايات المتحدة، في بغداد هناك تحفظ على التواجد العسكري الأمريكي، هناك تخفيض لأعداد الجنود أو المقاتلين في العراق إلى حدوث الجلاء النهائي، وهناك جولات استراتيجية يعني يخوضها العراق. موقف القيادة العسكرية أو الموقف الأمني في أربيل من تواجد القوات الأمريكية، إذا كانت على مستوى المشورة، التدريب، الإسناد، أي شيء آخر؟ طبعاً قوات التحالف الدولي وبقيادة أمريكا الموجودة في العراق هي على خلفية اتفاق ما بين الحكومة الاتحادية بصورة رسمية وما بين كل هذه الدول التي هي مشتركة في التحالف الدولي. يعني لم تأتي هذه القوات ولم يأتوا هؤلاء المستشارون العسكريون ولم يقدم هذا الدعم العسكري الكبير من قبل دول التحالف بقيادة أمريكا من دون الموافقة الرسمية للحكومة الاتحادية. طبعا كان هذا على خلفية خروج القوات الدولية في عام يعني والأمريكية خاصة في نهاية عام 2011 عندما كان في ذلك الوقت السيد نوري المالكي هو رئيس الوزراء العراقي، وأجريت اتفاقية استراتيجية ما بين الحكومة الاتحادية وما بين الحكومة الأمنية في كافة المجالات، يعني الاقتصادية، الثقافية، الأمنية، العسكرية، وكانت هذه القوات على خلفية هذا الاتفاق موجودة. ومن بعد ذلك في 2014 وعندما اجتاح داعش مناطق عديدة من العراق وكان هناك حتى خطر على مدينة بغداد في ذلك الوقت، شكل التحالف الدولي وكان هناك اتفاق ما بين الحكومة الاتحادية العراقية وما بين التحالف الدولي لمجيء هذه بعض من هذه القوات المستشارين للعراق. وحاليا لعلم يعني حاليا هناك أيضا حاليا محادثات
ما بين الحكومة الاتحادية الحالية وما بين الحكومة الأمريكية لتحديد حجم هذه القوات ولعمل هذه القوات ونوع هذه القوات في العراق. وفي فترة قريبة زار وفد كبير بالتأكيد هي الولايات المتحدة الأمريكية، لذا فإن تواجد هذه القوات ودعمها للقوات الاتحادية وقوات البيشمركة هو على خلفية الاتفاق مع الحكومة العراقية، لأن هذا أصلا يعود، هذا موضوع سيادي حسب الدستور. الإقليم لا يتمكن من إجراء أي اتفاقات عسكرية أو أمنية مع أي دولة، لا الجوار ولا للعالم، وإنما يجب أن يكون هناك اتفاقات ما بين الحكومة الاتحادية بعلم مع يعني بمشاركة مع يعني الإقليم، ومن بعد ذلك إذا تم الاتفاق سوف يأتي المستشار. هذا مؤخر. ولكن أنت طلبت الرأي، الرأي السائد في الإقليم، وأيضا أنا أتصور بأنه الرأي السائد حاليا في كل العراق لحد الآن، كل القوات الاتحادية وأيضا حتى قوات الإقليم تحتاج إلى جهد ودعم دولي، لأنه لم يصل مستوى التجهيز العسكري للقوات المشاة وأيضا حتى للقوات البحرية العراقية وللقوات الجوية العراقية وللقوات المدفعية العراقية وأيضا كافة الأسلحة، لم يصل إلى ذلك الحد بأن تتمكن الحكومة الاتحادية لوحدها من محاربة داعش أو من حفاظ الأمن في العراق بصورة عامة. لذا فالعراق لحد الآن قواته تحتاج إلى دعم تدريبي، دعم لوجستي، دعم جوي، استشاري، دعم استشاري، دعم استخباري، تحتاج إلى هذا. هناك جهات محددة في العراق، هذه الجهات وصلت إلى أربيل والدليل أنه حدث أكثر من حرق. هذه الجهات هي تعلن بصورة رسمية تقول نحن ليس مع وجود القوات الأمريكية في العراق، وهذا تقول علنا، وهي في حالات عديدة أحدثت إحراجا في مرات عديدة للحكومة الاتحادية، وخاصة للسيد الكاظمي، لأن خاصة البعثة الأمريكية يعني السفارة الأمريكية وأيضا بعثات أخرى وأيضا حتى المطارات المدنية والقواعد الموجودة لقوات التحالف وأيضا حتى الأرتال التي تذهب إلى البصرة للميناء وتعود، يعني هي مهددة من قبل تلك الجهات، يعني بألغام أو بصواريخ أو حتى بطائرات مسيرة، يعني وهذا واضح. ولكن هذا ليس رأي الحكومة الاتحادية، عندما نقول رأي بغداد يعني يصبح بغداد يعني قصدنا العاصمة، والعاصمة هي فيها حكومة والحكومة هي رئيسها الكاظمي. لا أبدا، بعيدا عن السيد الكاظمي، هي ربما القوى السياسية الرافضة، ليس كل القوى السياسية الرافضة للتواجد، ليس كل القوى السياسية الأمريكي وهم الأغلبية شيعة العراق، ليس الأغلبية من الشيعة، حتى الأغلبية من الشيعة لم نسمع منهم كلاما كهذا، وإنما في حالات عديدة نسمع من بعض الجهات يعني الكتل أو الجهات التي هي لديها هي أحزاب ولديها مؤسسة عسكرية، نسمع من هؤلاء ويصدرون بيانات بأنهم ضد التواجد الأمريكي والأجنبي. ولكن الأحزاب الشيعية طلبت تنظيم، يعني هناك فرق ما بين طرد أو تنظيم، إنهم في البرلمان وصلوا إلى قرار من البرلمان لتنظيم تواجد القوات الأجنبية في العراق، تنظيم التواجد هذا ليس لطرد القوات، حتى قرار البرلمان ليس لطرد القوات. هو قرار البرلمان وإن كان ملزما أو لا، لكن نتحدث بأنه كان صريحا بخروج القوات الأمريكية على خلفية حادثة المطار. إذا تعودين للقرار، عودي للقرار، القرار يقول تنظيم تواجد القوات الأجنبية في العراق بقانون، يعني تنظيم، لا يقول طرد كل القوات أو إخراج كل القوات، وإنما تنظيم تواجد، وهذا من حق الدولة لتنظيم تواجد القوات الأجنبية باتفاقات رسمية مع هذه الدول. وحاليا حكومة الكاظمي تحاول أن تنظم
وجود هؤلاء المستشارين والمدربين عن طريق اتفاقية استراتيجية أولا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولعلمك وثانيا مع الناتو. نعم. هناك بعثة للناتو يعني بعثة لحلف للحلف الأطلسي موجودة في بغداد. نعم. حتى هناك اتفاقيات تجرى مع الحلف الأطلسي لتطوير كفاءة القوات العراقية في مجالات التدريب والاستشارة. سيادة الفريق دعنا نذهب سوية إلى هذا الفاصل ثم نكمل الحوار مشاهدينا، فاصل قصير ونعود. عودة مرة أخرى مشاهدينا وحوار مع الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور. مرحبا بك كاك جبار مرة أخرى. كنا نتحدث عن الخروقات الأمنية التي طالت أربيل مؤخرا وأيضا مستوى التنسيق ما بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة. يعني هل تعتقد بأن هذه الخروقات قد تتكرر؟ يعني هل ربما تحدث تلك الخروقات مرة أخرى أم تم الأخذ نظر الاعتبار يعني أي تطور عسكري وبالتالي سيكون هناك منع لحدوث مثل تلك الخروقات؟ إن لم تحل مشكلة هذه الجهات يعني التي هي معارضة للتواجد الأمريكي وأيضا للتواجد قوات التحالف في العراق بصورة عامة، فإن هذه المشاكل تحدث. يعني لأنه كما تعلمين البارحة كان هناك أيضا معلومات عن محاولة لقصف السفارة الأمريكية، أيضا كان هناك طائرات مسيرة لعين الأسد للقاعدة الأمريكية، أيضا كانت هناك عمليات تفجيرات على الأرتال في الطرق الرئيسية لمرور والتحالف. يعني إذ لم تحل هذه المشكلة، وهذه المشكلة حلها لدينا الحكومة الاتحادية، لأنه كما تعلمين بأن هذه المجموعات هي مجموعات غير منضبطة، كانت سابقا هي تحت ألوية الحشد الشعبي بالضبط، ولكن الحشد الشعبي حاليا كما تعلمين هي حسب القانون الذي صدر من المجلس النيابي العراقي هي قوات رسمية عراقية ولها قيادة، والقائد قيادته هو السيد فالح الفياض، وأيضا قائد القوات الاتحادية بصورة عامة هو السيد رئيس الوزراء الكاظمي. على ذكر السيد الفياض، يعني السيد الفياض تربط علاقات طيبة مع الكرد وأيضا السيد مسعود برزاني، فهل هناك تنسيق جديد فيما يخص البيشمركة والحشد الشعبي؟ نحن تربطنا علاقات جيدة مع كل الأطراف يعني العراقية، خاصة قصدي الأطراف الجهات القوات المسلحة والقوات الأمنية. لدينا علاقة جيدة جدا مع وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، لدينا علاقات جيدة مع السيد جمعة عناد الذي هو وزير الدفاع، لدينا علاقات مع السيد فالح الفياض، مع شيروان الوائلي، مع كل هؤلاء الأخوة الذين يعملون وهم مسؤولين كبار في القوات المسلحة والجهات الأمنية، ولدينا اجتماعات مستمرة معهم حول هذا الموضوع. نحن ليس لدينا أي مشكلة مع أي نوع من هذه القوات الرسمية الموجودة في العراق، ولكن كما قلت مشكلة العراق بصورة عامة ليس مشكلتنا نحن في الأفليل، مشكلة العراق بصورة عامة هي مع بعض الجهات الغير منضبطة والتي لا تلتزم بقيادة القوات العراقية بصورة عامة، وهي تعمل المشاكل للحكومة الاتحادية وأيضا لحكومة الإقليم. كيف تتصرف أربيل مع هذه العناصر غير المنضبطة؟ هم ليس لهم وجود داخل في حال إقليم كردستان. الموضوع تعدى الطائرات المسيرة حتما. هم أكثر العمليات التي حدثت ضد الإقليم هي كانت من خارج الإقليم، يعني من قصدي من خارج الحدود الإدارية أو من خارج الخط الدفاعي الذي هو فيه القوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم. لذا فإن
التعامل مع هؤلاء يعود اصلا للحكومه الاتحاديه، ودائما كان السيد الكاظمي هو يبادر بسرعه بتشكيل لجان للتحقيق حول هذا الموضوع والبحث عن هؤلاء الذين هم قاموا بهذه العمليات. عمل الاقليم هو ماذا؟ هو التنسيق مع الحكومه الاتحاديه، وفي الحاله الاخيره التي كان هناك عمل ارهابي ضد المطار بطائرات مسيره، بسرعه شكلت لجنه مشتركه ما بين حكومه الاقليم وما بين الحكومه الاتحاديه للبحث. طبعا نحن نعمل نتعاون مع الجهات المختصه في الحكومه الاتحاديه للحد من هذه العمليات او ايقاف هذه العمليات بسرعه. مضت عده اشهر على اتفاق سنجار ولم يدخل حيز التنفيذ، شنو الاسباب اللي اخرت ان يكون هذا الاتفاق على الارض؟ في الحقيقه موضوع اتفاق سنجار كوزارة البيشمركة نحن لم يكن لدينا دور في هذا الاتفاق. الاتفاق هو جرى ما بين وزارة الداخلية في حكومة الإقليم ووزارة الداخلية للحكومة الاتحادية، يعني ما بين السيد وزير الداخلية في حكومة الإقليم والسيد وزير الداخلية للحكومة الاتحادية، ولكن مع الأسف حسب ما موجود على الأرض لحد الآن لم تنفذ أي مادة من هذه الاتفاقية، لأن وضع سنجار وضع معقد من الناحية العسكرية ومعقد من الناحية السياسية، وأيضا حتى معقد من ناحية التكوين الاجتماعي لسنجار. يعني كما تعلمين يعني سنجار هي أكثرهم من الإيزيديين. بالضبط، إذن هي مخاوف إيزيدية يعني هذا تدفع باتجاه عدم تنفيذ هذه الاتفاقية. والمشكلة بأن المكون اليزيدي كما تعلمين في سنجار مقسم على يعني حسب الانتماءات الحزبية والسياسية، على مجموعة كثيرة من الأحزاب السياسية المختلفة، وأيضا حتى في سنجار هناك مسلحين متعددين، يعني أنواع من الجهات المسلحة فيه. إذا فإن حل المشكلة يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى حكمة لحل، لأنك تتعامل مع موضوع معقد من الناحية السياسية والعسكرية ومن الناحية الاجتماعية. السؤال بصورة واضحة، الجواب لسؤالك، جرى الاتفاق والكل رحب بالاتفاق وحتى الأمم المتحدة، ولكن في الحقيقة لحد الآن حسب المعلومات الموجودة لم ينفذ الاتفاق على إرادة شعبية أم سياسية أيزيدية فيما يخص بقاء الحال على ما هو عليه ودون المضي بتنفيذ الاتفاق. لا، هو كما قلت يعني هذا الوضع المعقد اللي سنجار هو الذي يؤثر على كيفية تطبيق يحمل الوجهين. الكاتيوشا ليست وحدها، هي أو الطائرات المسيرة هي وحدها من تهدد السلم في بغداد وأربيل، هناك مخاطر أخرى متمثلة في بكك، هو تطور خطير، بكك تقصف مواقع للبيشمركة، كيف تقرأ هذا التطور الأمني والعسكري الأخير؟ هذه مشكلة أيضا هي مشكلة معقدة جدا وليست هي مشكلة حديثة، يعني هذه المشكلة هي منذ الثمانينيات في القرن الماضي ولحد الآن مستمرة، لأن مسلحي حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 هم موجودين في هذه المناطق، خاصة المناطق المثلث الحدودي. وكما تعلمين أن هذا الصراع منذ ذلك الوقت ما بين مسلحي حزب العمال وما بين القوات التركية. ولكن المشكلة لدينا هو يعني المشكلة الكبيرة هو بأن الجانبين البيكيكا يعني حزب العمال وأيضا الحكومة التركية نقلت هذا الصراع المسلح إلى داخل الإقليم، يعني نحن ليس لدينا أي علاقة بهذا الصراع، لأن الصراع بين جهتين، جهة معارضة للحكومة التركية مسلحة والحكومة التركية، ولكن الجهتين الحكومة التركية وأيضا حزب العمال نقلوا الصراع
إلى داخل أرض إقليم كردستان العراق وهي أرض وأي أرض عراقية. سيادة الفريق هذا نقل الصراع ليس بجديد، لكن الجديد هو خطاب الإقليم مع PKK واعتبارها ربما قوة غير نظامية تقاتل في أرض عراقية عليها أن تنسحب وتنقل معاركها العسكرية خارج الإقليم. هذا التطور بالخطاب جديد على أربيل. لا ليس هو بجديد، وإنما يعني منذ ولادة حكومة الإقليم ولحد الآن دائما، يعني خاصة بعد عام 2003 ولحد الآن، يعني بعدما يعني تغيرت الحكومة في بغداد وهناك الحكومات الجديدة في بغداد، دائما كان الخطاب الرسمي لحكومة إقليم كردستان هو: نحن في حكومة إقليم كردستان نريد أن تكون لدينا علاقات حسن جوار مع الدول المجاورة للإقليم، ونحن لا نقبل بأن تهدد دول الجوار من الإقليم، وهذا شيء طبيعي. دول الجوار سيادة الفريق تعد هذه القوى المعارضة بأنها قوى إرهابية. اليوم الموقف الكردي كيف ينظر إلى PKK؟ هل هي قوى إرهابية؟ لا ليس لحد الآن ليس هناك أي تصريح رسمي من أي جهة محددة في الإقليم حول الموضوع بأن PKK هي قوى إرهابية، ولكن كما قلت أعيد ذلك مرة أخرى، هذه الأحزاب المسلحة هي أحزاب معارضة مسلحة للدول لدول. مثلا هناك أحزاب معارضة لإيران ولديها مقار داخل يعني مناطق حكومة الإقليم، وأيضا هناك أحزاب معارضة لحكومة تركيا ولديها مقار، ولكن هذه المقار ليست هي جديدة، هذا أولا، يعني ليست هي موجودة منذ ولادة حكومة الإقليم، هي موروثة، يعني قبل ولادة حكومة الإقليم هذه المقار كانت موجودة عندما كان هناك صدام في الحكم، أيضا هذا كانت موجودة. هذا الصراع قديم، لأن هذه الدول دائما كانت تستعمل معارضيها ضد بعض، يعني هذه كانت عادة هذه الدول وسياسة هذه الدول. ولكن رأي الإقليم بأن حسب القوانين الدولية المتبعة، ونحن حاليا حكومة حكومة إقليم وجزء من الدولة الاتحادية العراقية، لدينا حدود مع تركيا حوالي أكثر من 250 إلى 300 كيلومتر، لدينا حدود مع إيران حوالي أكثر من 500 إلى 700 كيلومتر. هذه الحدود هي حدود دولية عراقية واقعة في الإقليم، وسيادة هذه الحدود تعود إلى الدولة الاتحادية حسب الدستور العراقي. نوع التنسيق بين بغداد وأربيل للتصدي لهذه الخروقات المتكررة، التنسيق هو بأن على طول هذه الحدود التركية العراقية الإيرانية العراقية موجودة 3 ألوية، شرطة حرس حدود تابعة لقيادة في أربيل تسمى قيادة المنطقة الأولى. كل هذه القوات هي مرتبطة بوزارة الداخلية العراقية وهي التي لديها سكنات على هذه الحدود. هذه المشكلة المعقدة تحل بطريقتين. الطريقة الأولى هي بأن العراق للحفاظ على سيادة حدوده وللحد من تجاوز قوات غير مرخصة تدخل أراضي وتهاجم قرى، ودائما طائرات هذه الدول في أجوائه السيادية تقصف مدنيين، تقصف قرى، وتقصف أيضا حتى المقاتلية الحزب العمال. يجب أن يكون هناك اتفاق ما بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية على كيفية حل هذه المشكلة، يعني هذا التدخل، هذا أولا. ثانيا الإقليم أيضا يجب أن يكون له حل مع هذه الأحزاب، لأنه في حالات عديدة كان يطلب من هذه الأحزاب بأنه لا يكونون مصدر لخروقات عسكرية داخل دول أخرى، لأن لا القوانين الدولية تقبل ذلك، ونحن أيضا متضررين من هذا الصراع الذي هو ليس كان يجب أن يكون داخل أراضي هذه الدول ونقلوه إلى أراضي هذه القوات. وبينها PKK لم تلتزم ماذا طلبها، لكن بالمقابل نتحدث عن استهداف من قبل PKK على قوات البيشمركة. هل هذا يؤسس أو ينبع
ينذر بحرب كردية كردية كما يصور لها المراقبون اليوم؟ من جانب حكومة الإقليم كل التصريحات الرسمية وكل الأوامر التي تأتينا كنحن كقوات البيشمركة بأن لا نصبح طرفا في هذا القتال. القتال هو قتال ما بين الحكومة التركية، يعني ما بين الجيش للحكومة التركية وما بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني البيكيكا. نحن لا نريد أن نكون طرفا لا للطرف التركي ولا للطرف حزب العمال، ولكن نريد من الطرفين. أنتم أدرى سيادة الفريق طرف متضرر، فبالتالي هل ستكثف اللقاءات مع بغداد للخروج بصيغة موحدة تنقل إلى أنقرة فيما يخص؟ نعم، هناك طلب رسمي من الحكومة الاتحادية. سمعت خطاب سيد رئيس الإقليم شيلبان برزاني في حفلة التخرج للجامعة الأمريكية في ديوك، فإنه أولا طلب من البيكيكا ومسلحي البيكيكا بأن ينقلوا صراعهم إلى خارج مناطق الإقليم. سيادة الفريق أجيب لكها من الأخير، مثل الحراك اللي دا يصير لما ترحون بوفود إلى بغداد للقضاء على داعش، هل ذات الهمة موجودة في ماخذ؟ نعم لا، لدينا طبعا هناك طلب رسمي من الحكومة الاتحادية لحل هذه المشكلة، للحفاظ على حدوده عن طريق هذه القوات التي هي تابعة للحكومة الاتحادية كما قلت، قوات شرطة حرس الحدود، وأيضا للتفاوض مع دول الجوار لحل هذه المشكلة عن طريق الدبلوماسي، عن طريق القوانين الدولية لحل هذه المشكلة لكي ننهي هذا الصراع. نحن لا نريد أن تدخل قوات البيشمركة في صراع مسلح مع أي جهة محددة، يعني ليس هذا لا المصلحة، ليس مصلحتنا مصلحة الإقليم أن تدخل في هذا الصراع، ولكن مصلحة الإقليم أن تبعد هذا الصراع عن إقليم كردستان. الفريق جباري أورا الأمين العام لوزارة البيشمركة، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا شكرا جزيلا على كرم المتابعة، نلتقي في حوارات أخرى.